ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. لقيت شابة في العشرينيات من عمرها أمس الأربعاء 29 شتنبر الجاري مصرعها في حادثة سير خطيرة على مستوى الطريق الرابطة بين المحاميد وأحياء أزلي بمراكش بعدما صدمتها سيارة. وفق معطيات جريدة كاش 24 الإلكترونية، فإن الهالكة البالغة من العمر قيد حياتها 25 سنة وهي متدربة في التمريض، كانت على متن دراجة نارية من نوع 96 متجهة من المحاميد نحو المسيرة قبل أن تصدمها سيارة بالقرب من حائط المطار، مما تسبب في مصرعها على الفور متأثرة بخطورة الإصابة التي تعرضت لها. وفور علمها بالحادث حلت بعين المكان المصالح الأمنية المختصة والسلطات المحلية، وجرى نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات، فيما تم فتح تحقيق للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.